بقول لك ايه يا باشا، انا محتاج اكسس على الجيت فيو بتاعت مكتبات مصر وزاره الثقافه. لا يا عم، دي حاجه من زمان جدا، جورديانا طلعوها لك اسرع مني. فقرش، هي اعلانات هيلتون وبريميديان كان فيها سناب شات ولا فيسبوك وانستجرام بس؟ ده ايرانيا، كانت فيسبوك وانستجرام. طب مصاريف حمل باناسونيك الصيف اللي فات كانت قد ايه؟ بقول لك انت طلباتك كتير، انا هجيبها لك من جورديانا اسهل، وانا كده كده داخلها. فؤاد الاسم الحركي الصقر، ديجيتال سيلز مانجر. الكل بيناديه فقش، بيشوف العميل من بعيد يصطاده زي الصقر، حبيب الكل وما بيضيعش وقت. الكلمة الشهيرة انجزوا يا جدعان. هلو فؤاد، اقدر اساعدك ازاي؟ هلو يا كورديانا، عايزك تعرفي الشركه باختصار عشان هبعت رساله بصوتك لبعض العملاء بتوعنا. من نحن؟ تهنكتي ولا ايه؟ لا، انا بعمل تشكيل. تشكيل؟ لا تشكيل ايه، انت كده بتشكلي عليا انا. طيب كملي يا كورديانا بس باختصار. خلاص اوكي. كود ديجيتال هي بوابتين، Communicate and Globalize. البوابة الأولى Communicate وتشمل Digital Marketing, Web and Mobile Applications, Graphics and Photography, Videos and Multimedia. البوابة الثانية Globalize. إحنا بوابتك لفتح أسواق جديدة عالمياً عن طريق التصنيع الخارجي للغير والفرنشايزنج بالتعاون مع شركة إزمو الإيطالية، إحدى شركاء الاتحاد الأوروبي. عرفت الشركة كده باختصار يا فقش؟ كده تمام جدا يا كورديانا، شكرا. كنت هنسى، عايزك تبعتي مصاريف حمل باناسونيك بتاعت الصيف اللي فات لرانيا. أوكي يا فقش، حاجة تاني؟ كده تمام يا كورديانا، شكرا. شكرا يا فقش. If you want to save your time, ask Cordiana.